اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. خلينا دلوقتي نروح لمنى، تعرفنا على اخر اخبار الطقس والمرور في الشوارع والعملات واسعار الذهب كمان. منى، طبعا كلنا ملاحظين شويه ارتفاع في درجات الحراره، الحمد لله الجو ادفى. الجو اللي هو الحمد لله دائما وابدا، بس كنا نفضل ان يبقى الارتفاع ده قبل رمضان. يا هدير تفتكري كنا محتاجين ان هو يبقى شويه شتاء معانا في رمضان كده في الاول، يعني ان شاء الله، يعني هي بس على موجه يعني حاره، وبرضه وارد جدا ان يبقى في تغير في الجو تاني. اعتقد ممكن بعد هذه الموجه يبقى يكون في انكسار لدرجات الحراره. اكيد. خلينا اقول لكم التفاصيل. صباح الخير على كل مشاهدينا، اهلا بيكم معانا. ودلوقتي تعالوا نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر عشان كل الناس اللي لسه ما نزلتش. خلينا نبتدي جولتنا من كوبري 15 مايو اللي بيشهد كثافات بسيطة جدا، ووصلت محور 26 يوليو للمتجه لكوبري أكتوبر واللي بتشهد سيولة مرورية، ولغاية ما بنوصل لميدان رمسيس هنلاقي بعض الكثافات النسبية اللي هتزيد بعد شوية على طول لغاية غمرة والعباسية. أما المتجه لشارع بورسعيد والشرابية وحدائق القبة ولغاية ما يوصل لكوبري السواح والأميرية والعكس هيلاقي بعض الكثافات البسيطة. خلينا نروح كمان لمحافظة سوهاج واللي هنبتدي فيها من محطة قطر سوهاج. احنا شايفين الطريق عندنا بيشهد كثافات نسبية، هناخد الطريق ونتجه ليه ونشوف شارع الحواويش اللي بيشهد برضو بعض الكثافات المرورية لغاية ما بنوصل للشارع اللي فيه مستشفى أخميم المركزي واللي بيشهد سيولة مرورية. هنفضل ماشيين ونكمل مع بعض لغاية طريق جرجة اللي هنلاقي فيه سيولة مرورية متقطعة مع بعض الكثافات البسيطة اللي ممكن نقابلها في منتصف الطريق. خلينا نروح لمحافظة بني سويف ونبتدي من طريق شارع عبد السلام عارف اللي احنا شايفين فيه سيولة مرورية تامة، هنلاقيه بعدها بتقف عند محكمة بني سويف الابتدائية واللي هناك بتشهد بعض الكثافات البسيطة. هنفضل ماشيين لغاية الكورنيش وهنشوف في كورنيش بني سويف هنلاقي سيولة مرورية ونكمل من الكورنيش لغاية ما بنوصل لمكتب تأمينات بني سويف ومبنى المحافظة والمحكمة، هنلاقي الطريق ليهم بيشهد سيولة مرورية تامة. اجمالا احنا بنبقى متعودين على الزحمه في رمضان او دخله رمضان، لكن احنا لسه دلوقتي في مواعيد العمل، فاعتقد ان ممكن نلاقي ازدحامه على مدار اليوم، لكن لغايه دلوقتي الامور طيبه خالص. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع اسعار صرف العملات الرسميه. أسعار الدولار الأمريكي، البيع 18 جنيه 33 قرش والشراء 18 جنيه 23 قرش، اليورو بيع 20.39 والشراء 20.28، الجنيه الاسترليني البيع 24.12 والشراء 23.99 قرش، الفرنك السويسري البيع 19.78 قرش والشراء 19.67 قرش، الريال السعودي البيع 4 جنيه 88 قرش والشراء 4 جنيه 85 قرش، الدينار الكويتي البيع 60.41 والشراء 59.92، درهم الإماراتي البيع 4.99 والشراء 4.96، اليوان الصيني البيع 2.88 والشراء 2.87. نتحول بقى لأسعار الذهب اللي هتظهر معانا دلوقتي حالا. الذهب بيسجل عيار 18.835 للجرام، وعيار 21 بيسجل 975 جنيه للجرام، وعيار 24 بيسجل 1114 جنيه للجرام. أما الجنيه الذهب فسعر السوق 7800 جنيه مصري. ودلوقتي خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية، ولسه الشبورة الصباحية معانا مكملة على الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. النهاردة كمان هنلاقي نشاط رياح في بعض المناطق، ودرجة الحرارة في القاهرة هتكون 29 درجة في الظل، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 35 درجة في الظل، أقل درجة حرارة في العريش 22 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل، لكن خلينا على طول نروح لأحمد وهدير نبتدي معاهم بعد الفاصل نبتدي حلقتنا.